اهلا بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلياناتي، صحاباتي، متتبعات ديولي، عائلتي، خواتاتي، كل اللي عندي في هذه القناه، حتى الاصدقاء ديولي كذلك، سواء اللي قراو معايا سواء اللي تعرفت عليهم في الخدمه. فمرحبا بكم كاملين، جميع المتتبعين اللي عندي في القناه، مرحبا بكم كاملين. 2021 دخلات ودخلات بالخير، ديرها تبارك الله، صحتنا كاملين. هذا الشتاء اللي راه نتاش هذه السيمانه، الله يعطينا على قد النفع. فالبنات 2021 جات بموديلات روعه تبارك الله، جلابه كيف ما كتشوفوا، بالطرز الرباطي والرانده باليد كيف ما كتشوفوا في الصور. البنات شوفوا الكاميرا راه كتقرب باش تعطيكم بلدي طاي داكشي اللي كاين في الجلابه، خدمه ديال المعلم، يعني الجوده والاتقان. ما نهضروش البنات على هذا الشيء، راه بزاف الكليانات خدوم عندي جلالب. واش غادي نقول لكم البنات، والله العظيم الا كنتمنى هذوك التعاليق اللي كيخليو ليا كلياناتي، كنتمنى يعني يوليو بحال شكل اوديوات وتسمعوا الاراء ديال كلياناتي اللي خدوم عندي جلالب. يعني كنظن غادي تزيدوا تثقوا اكثر في هاد الموديلات. الصراحه فينيسيون الخدمه كتكون جوده عاليه. بالنسبه للنوع ديال الثوب، فمن اجود خامات الثوب الفودان، والفصاله البنات راه قدامكم كيف ما كتشوفوا، الفصاله تبارك الله زوينه اللي طايل البنات، راهم مضبوطين. بالنسبه للمقاسات اللي فيها، كتلبس ال اكس ال دوبل اكس ال 3 اكس ال، يعني فيها 40 42 44 46. بالنسبه للثمن ديال هذا الموديل البنات، كيبقى 250 درهم، 250 درهم البنات. فمرحبا بكم، خليكم تشوفوا جميع الالوان، ونتلاقاو مع موديل اخر اللي دير شاركته معكم في ستوري الواتساب، راه حتى هو موجود فيه ستوك، واحد اللون اللي راه تسالى فيه مع الاسف، ولكن قريب ان شاء الله دخل الدفعه الثانيه. فاللي بغات شي موديل مرحبا، صوريها خصو يصيفط لي في الواتساب ديالي، هو 06 52 41 53 10. انا كاينه في الدار البيضاء، بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على التواجد ديالي، وكندير الارسال لجميع المدن المغربيه عبر الامانه. البنات طلعتكم السره بزاف ديال الميساجات، كنبقاو عندي في التليفون القديم تقريبا شي 600 ميساج او 700 ميساج. مع الاسف بزاف ديال الناس غيحسب لهم انني ما كنجاوبش، ولكن مع الاسف الناس تربط لكم الناس في ستوري، قلت لكم راه غادي نبدل التليفون ديالي، فاللي ما بقاتش كتطلع ليها صفحتي ديالي تعرف بالله راه ما بقاتش عندي في الكونتاكت. فما فيها باس، تقريبا مشات ليا 3000 نمره من الكونتاكت، مشات ليا 3000، ما تليفون جديد واخا بجيميل ما رجعش لي كلشي، مشاو لي 3000 من الكونتاكت. فما فيها باس البنات اللي ما بقاتش كتطلع ليها ستوري ديالي ومهتمه بها، مرحبا صيفط لي ولو غير ميساج، سلام اختي رشيده معاك فلانه من مدينه كذا، وان شاء الله نوصل لك وندخلك عندي من جديد. فالبنات ما نطولش عليكم، تبعوا الموديلات الى الاخير لغايه ما يجي الموديل اللي من وراه، ومرحبا بكم. Thank you.
داير ضجه رائعه تبارك الله. الناس كيف ما كتشوفوا فيه الكوير فيه عفوا فيه سكاي اللي بحال الكوير بزاف الناس كيقولوا كوير. هذا البنات راه سكاي يا داير الملمس ديالو بحال الكوير فيه في الكمام وفي القب ايضا. الالوان جاب ثلاثه ديال الالوان في هذا الكري وفيه داك الموتارد وفيه الاحمر اللي داير بحال الكرونه هو اللي سالا دابا عاد غادي يدخل ان شاء الله الدفعه الثانيه ديالو. بالنسبه للتوب ديال هذا الموديل هو بروميير كاليتي خيط صوف حبه الخياطه والفصاله ديال المعلم ماشي ديال السوق. طلعه البنات راها منبته بالحجر وبالليد يعني شي حاجه كاليتي. المقاسات فيها ال اكس ال دوبل اكس ال حتى 3 اكس ال. وبالنسبه للثمن كيبقى 300 درهم كيف ما قلت لكم دائما. الارسال لجميع المدن المغربيه عبر الامانه ب 50 درهم والتوصيل داخل الدار البيضاء ب 25 درهم او 30 درهم او غير 20 درهم على حسب المسافه الا كنتي قريبه او كنتي بعيده. ورا البنات هذا هو الموديل هذا هو اللون اللي قلت لكم مع الاسف راه تسالى فعلي واحد اقبال كثير راه تسالى هذا الموديل. هذا اللون انتهى في انتظار الدفعه الثانيه فاللي بغاتو مرحبا تحجز من دابا باش انفو تدخل الدفعه ان شاء الله تلقاني مجده ليها. الواتساب ديالي البنات دائما كنخلي لكم في العنوان وكنلقى شي بنات كاتبات ليا في التعليقات اختي النمره الله يعطيكم السلامه. البنات راه دائما كنلقى متتبعات ديالي هما اللي مجاوبين فتبارك الله عليكم البنات كاع اللي كنلقاها مجاوبه في بلاصتي على شكلي انا. الله يحفظك ليا اختي وشكرا بزاف راه بهذه الطريقه بحال هكا كتعاونيني وهذا لطف منك والله العظيم. كنفرح بزاف فاش كنلقى شي متتبعه مثلا شي بنت قالت لي اختي في اين مدينه كتقول ليها اختي راها في الدار البيضاء راها قالت راها في الدار البيضاء. كنلقى مثلا شي كليانه قايله لي في شي تعليق اختي نمره التليفون كتقول ليها راها حاطاها وعاد كنعاود نكتبها ليها انا. فالبنات ملي كنحط لكم النمره دائما في الفيديوهات ديالي وكنخليها دائما في العنوان اللي كندير تحت الفيديو. تبقوا على خير البنات ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا استمتعتم بالمشاهدة. كيف انسي ويا لا 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 اي كيف انسي ربيتي عليا تخير.